اخي اذا كما كتشوفوا بعصورة في هذا البث المباشر اللي كنقلوا لكم من امام جماعة المحمدية. اذا مدينة المحمدية تتنفس الان برحيل ايمان صابير. اذا كما كتشوفوا العصبية ديال الرئيسة لا نهائيا. شوف ما قلنا فقط اللي ساءنا هو عدم حياد السلطات المحليه، وفي نفس الوقت الناس اللي ما كانوش رجال معنا في الكلمه. المدينه بغات رجالها والحمد لله كاينين رجال اللي وقفوا، سواء الاخوان ديال الاتحاد الاشتراكي اللي كانوا قد العهد وقد المرحله التاريخيه بالنسبه لنا سواء في المرحله السابقه او لهذه المرحله، وايضا الاخوان ديال العداله والتنميه اللي حتى هما بدورهم بقاو صامدين معنا حتى لاخر لحظه. هذاك الشيء غادي نثبتوه حتى تكون واضح. توفيق الرئيسه كلمه لزبيده توفيق كلمه كلمه يوفقها الدكتوره زبيده توفيق. ما عندنا عليها حتى شي اشكاليه حتى شي ملاحظه. توفيق شانها شان الاستاذه مليكه الفد، شانها شان باقي النساء في مدينه المحمديه، وتنتمنى لها ايضا التوفيق. صافي سي خليفه.